مرحبا منورين منورات، ان شاء الله حياتكم في امن وامان باذن الرحمن. مرحبا بيا معكم على اليوتيوب. شحال هذه ما جيت اليوتيوب، وانا نقول لكم علاش ما جيتش اليوتيوب. قولوا بسم الله على بركه الله. وقبل ما نبداو غادي نبارطاجيو لاقصى حد، لان هذا الموضوع كيلمس الكل، وباش تكون طاقه مقابل طاقه وتاخذوا المعلومه وتستوعبوها غنبارطاجيو. وغنقول لكم علاش انا غضبانه من اليوتيوب. اليوم جيت نفرج عليكم شي شويه، نخوي قلبي عليكم باش نقول لكم علاش انا غضبانه من اليوتيوب وما بقاش نجيلو بزاف. الا لا صالحتوني مع اليوتيوب، الا صالحتوني نتوما معاه انا بسم الله. يلا مرحبا بكم. بارطاج 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 بارطاج، غناخذو جوج دقائق حتى ثلاثه دقائق غتبارطاجيو باش نتصالح مع اليوتيوب. يلا، لان الموضوع جميل جدا وما كاينش شي حد اللي ما غاديش يلمسوا هذا الموضوع، لا اللي مجوجين ولا اللي ما مجوجينش ولا اللي باغيين يتزوجوا ولا اللي باغيين يطلقوا ولا كلشي 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 كلشي. يلا، الا بغيتوا تستافدوا من طاقه مقابل طاقه انطلق هذا. دونك غنهضروا اليوم على الزواج والطفل الداخلي بالضبط. نحاول ما نتعبش لان هذا الموضوع هذا ما يحتاجش لايف صراحه، يحتاج لدورات تدريبيه صراحه والله العظيم. لان في ماليزيا الدوله الوحيده في العالم اللي كتقوم بتدريب ديال هذا النوع من الدورات 4 سنين متتاليه عاد شخص ممكن يتزوج. حنايا ما كندربوا لا على باش نتزوجوا، ولا كندربوا لا على باش نرافقوا الاطفال ديالنا، ولا ندربوا على نتعاملوا مع الحموات، ولا ندربوا نتعاملوا مع العلاقات بصفه عامه، ولا ندربوا على كيفاش نتسامحوا. وهذا ما عندنا لا تدريب لا والو. مرحبا بكم. انا غنتسنى اري لما بارطاجيتوش انا ما غاديش نكمل وما غاديش نعطيكم معلومات لمده ساعه ونص. انا معكم ساعه ونص، يلا بارطاجيو. الو، علاش انا ما كنجيش اليوتيوب؟ لان الصراحه ما كاينش تفاعل في اليوتيوب كثير، وما كاينش لا بارطاج لا حتى شي حاجه، لا شير ما كتطلعش، والمعلومات مع الوعي ديالها ما كيزيدش القدام. هذاك الشيء علاش الانستغرام كيعجبني بزاف، لان الناس فيه كيبارطاجيو وكيطاغيو وكيلايكيو وتيعلقوا. دونك داك الشيء علاش الانستغرام كنتفاعل فيه اكثر، واليوتيوب الصراحه غدا وتنقص منه بزاف بزاف بزاف، لان ما كنشوف قنوات اخرين ما عندهمش فائده للاسف. انا نقولوا اولا قنوات الترفيه، اولا الا بغيتي غير زعما تلفي وقتك كيطلعوا زايدين والناس كيبارطاجيوهم كتلقيهم كيهضروا عليهم في كل بلايص تحس من الشاط. مي هذا لشان يعني القنوات اللي فيهم الفائده والتنوير ويعمل فائده للناس والناس ترتاح وداكشي ما كيتبارطاجاش نهائيا. دونك عاونونا عاونونا باش هادشي يتبارطاجا والوعي على. وحنا اليوم في واحد المرحله من الارض وفي واحد المرحله من الكون اللي محتاجين اننا نعليو الوعي ديالنا والطاقه ديالنا والنور، وندخلوا في بعض البندولات اللي فيهم النور والحكمه وفيهم التسامح والحب. ما محتاجينش تدخلوا في بلايص اخرين اللي وحده تشكي عليك في المواقع الاجتماعيه، او لو وحده كتهددك بالخوف في المواقع الاجتماعيه، او لو وحده باغا غير تخرج ما عندها ما يدير قاصه كتصدع لك راسك. لا، احنا محتاجين اليوم، احنا في امس الحاجه للوعي والطاقه وبزاف د الحوايج. طاقه عاليه باذن الرحمن. اوكي، الوغ نبداو على بالك. بقات جوج دقائق، خديت 5 دقائق، غنبدا جوج دقائق باش نشوفو فين كاين الوعي. واش غتبارطاجيو ولا لا، ولا نتخاصم انا مع اليوتيوب في نوبه؟ يلاه، غنديرو حنا بحال الدراري الصغار، ما تبارطاجيوش ما غنتخاصم انا مع اليوتيوب. ينور حياتكم حبيبتي، اللي كيشوفني منوره انا انعكاس ديالو. شكرا لكم بزاف. يلا يلا باش نتصالح مع اليوتيوب. يلا يلا بارطاجيتو هذا الفيديو، لا من اللي انا كنصيبو ولا من بعد ملي يتنشر او نساليه غادي نتصالح مع اليوتيوب. يلا، بغيت اكبر يوصل. ديروا لي بحال اهدار الطاقه، شتي الفيديو ديال اهدار الطاقه؟ درتو له اكتساح، قبضتو قطعتوه، خديتو منه الرابط، قطعتو منه اطراف وصيفطتوه في هذا. حتى هذا غيصلح بزاف والله العظيم، حتى هو غيصلح بزاف.
اوكي غنبداو. جاوني اسئله كتير في المواقع كامله، غادي نمشي بسؤال بسؤال، ولكن قبل ما نمشي بسؤال بسؤال، كاينين فيكم اللي يمكن جداد على هذا الميدان او جداد على هذا المجال ديال الطفل الداخلي، غادي نعاود نكرر بعجاله نشرح شنو هو الطفل الداخلي. الطفل الداخلي هو واحد نقولوا بارتيه منا، واحد الطرف منا، شي حاجه لداخل ديالنا طاقيا، اوكي، اللي عندها مرتبطه بالماضي واحداث الماضي، بحال الصدمات، بحال الالام، معاناه، تخلي، جرح، ظلم، تعدي، اغتصاب، تحرش، اي انواع العذاب والالام والذكريات المؤلمه هي داخل الطفل الداخلي، هي بحال واحد صندوق حامل هذا الشيء. هذا هو الطفل الداخلي عندي انا، ماشي عند ناس اخرين. الطفل الداخلي هو من النطفه، يعني من البويضه، ياك، من البويضه حتى الساعه اللي كنهضر معكم فيها، هذا كله طفل داخلي، لان هذا كله عباره عن جروح والام ومعاناه وصدمات وطاقة سلبية وطاقة منخفضة. هذا هو الطفل عندي أنا. كاين اللي كيقول هو العشر سنين التحتانية، اللي هي العشر سنين الأولانية ديالها. أنا متفقة بأن العشر سنين الأولانية مهمة جدا، ولكن أنا عندي أون أوتخ نوسيون، أنا الوحيدة صراحة اللي كنقولها، لأن أوكي العشر سنين التحتانية اللي هي الصغر، يعني الصغار، الطفولة ديالنا مهمة جدا، ولكن بارفو ما نقدروش نمشيو لها مباشرة، خاصنا دائما نمشيو لشي سن آخر، بحال 19 عام، بحال 21 عام، بحال 42 عام، وهو اللي تيدينا للطفولة، لأن كتكون هذيك البلاصة ديال الطفولة مسدودة بزاف. ألو شنو العلاقة ديال هاد الطفل الداخلي بالفوضى اللي نايضانا قلب الديور؟ دابا اللي غيسمعني مازال ما تزوجش غنجيلو، تسناو لي سيليباتير العزابين، تسناو غنمشي بعدا عند المزوجين، ومن بعد غادي نخصص واحد الوقيت صغير، غادي نلوح لكم واحد الكلمات اللي كيقلب وغيتزوج، اوكي، وحتى في قلب اللي غنشرح اللي مزوجين غادي نشرح نيت الاخطاء اللي واقعين باش هما ما يخطئوش فيهم، يعني باش ما يخطئوش فيهم، يعني ما يطيحوش فيهم. اوكي اول حاجه غنوريكم واحد التصويره، وغادي نقول لكم حتى انا ما حافظاش سميتها صراحه. هاد التصويره هي نحت منحوته موجوده في اوكرانيا، ياك، واللي دارها سميتو الكسندر ميلوف، دارها في 2015 وموجوده لحد الان، والناس كيصوروها وموجودين التصاور ديالها، ممكن تكون دازت عليكم في المواقع الاجتماعيه، ولكن منها غنطلق، لان لو فيزوال، يعني الصور كيبقاو لينا في الذاكره بزاف. علاش نيضري الفوضى بيني وبين راجلي؟ علاش هاد الفوضى ما كتساليش؟ علاش راجلي حاقرني؟ علاش راجلي ما تيقدرنيش؟ علاش انا وراجلي ما قادرينش نتفاهموا؟ علاش هاد الفوضى نيضه في قلب الزواج وقلب الزوج وقلب بزاف د الحوايج؟ انا غنوريكم وانتم غتشوف. شتو هادي؟ شوفوها مزيان. شتوها مزيان؟ هاد المنحوته كتزيد تاكد وكتعلمنا بان قلب البالغين اللي مزوجين او اللي غيتخطبوا او اللي مخطوبين او حتى اللي مصاحبين، قلب منهم كاين خاصه اطفال داخليه. واش كيبغيو بعضياتهم هذوك الاطفال؟ واش مصالحين ولا ما مصالحينش؟ تما فين كاين السر؟ وممكن ليناش ندخلو في علاقات زوجية سليمة وصحيحة وفيها توأم روح، يعني بالمعنى ديال كنتفاهمو بزاف د الحوايج وكنقدرو بعضياتنا، إلا لما كان كل واحد فينا عنده طفل داخلي متوازن نفسيا وطاقيا وصحيا. نعاود، هاد القضية هادي ما تتنطبقش غير على العلاقات الزوجية، لا، حتى الخطوبة، حتى أي نوع من العلاقات، ولو تكون أم وابن، ولو يكون راجل وراجل، واخا يكون مرأة ومرأة، واخا يكونوا مراهق ومراهق، واخا تكوني انتي والباترون ديالك، هادي شنقول لها بلاتي، اسمحوا لي دقيقة جدا، غادي غنسد بعد المواقع. اوكي فوالا، الو
إذن شنو علاقة العلاقات بصفة عامة والعلاقة الزوجية أو الخطوبة مع الطفل الداخلي؟ هي أننا ما كنتعاملوش بالأدولت، ما كنتعاملوش بالراشد البالغ، لا، ملي كندخلوا في هذه النوعية العلاقات اللي هو الزواج كنتعاملوا بالأطفال ديالنا الداخلية اللي مجرو حين، اللي مضلو مين، اللي هزين ألم وهزين غبار وهزين بزاف ديال الحوايج، كثير بزاف. في البينل، في علم ديال البرمجة العصبية اللغوية، تنقولوا لا كارت دو موند، هزين معانا بحال قفة ديال العالم ديالنا حنا فين كنا عايشين، وانت هزة معاك العالم ديالك وهو هز معاه العالم ديالو، وبغيتو تفاهموا دغيا، وانت العالم ديالك ما عارفاش حتى شنو فيه من جو روح وألم وما نضفتيش، وهو كذلك عنده نفس المشكلة. اللي زوينه في هذا الشيء ونعطيكم الامان بزاف يعني وفرحوا ومن بعد نكملوا الشرح، هو ان ماشي ولا بدا بجوجكم تكونوا كتنظفوا الاطفال الداخليه ديالكم، فقط واحد، وهذا هما اللي متبعني في المواقع الاجتماعيه وخاصه الانستغرام وقناه نور على نور، غادي تشوفوا كميه الشهادات اللي حاطه لكم من ناس دخلوا للدفعه الاولى ديال دوره التالقي والدفعه الثانيه ديال دوره التالقي او الدفعه الثالثه ديال دوره التالقي، وفيهم اللي دخلوا دابا خاصه ثلاثه الدفعات الاولانيين، تيحكيوا على انهم اللي دخلوا لهذه الدوره كيفاش علاقتهم بالزوج ديالهم، مالغري ان الزوج ما كيمشي لا الحصص علاج ولا كيدير دوره تدريبيه ولا كيدير تنظيفات ولا حتى شي حاجه، غير هما غيروا خفوا على راسهم من داك الطفل الداخلي ديالو، لان السر، وانا قلتو في فيديوهات اخرين، راه حنا انعكاس لبعضياتنا، حنا عندنا عقود كرميه بيناتنا وعقود روحيه. اذا انا هاد السيد ولا هاد السيده، الا كنت انا راجل هادي سيده، دونك الا كانت مرتي دير معها عقد روحي في الزواج من اجل الارتقاء، هذاك العقد الروحي راه يقدر يكون خايب، عقد صعيب، عقد قاصح بزاف، عقد صعيب. قليل في الازواج اللي عندهم عقود سهله في الاول، عقود اللي فيهم تعلم، فيهم نذكروا حقيقتنا، فيهم ارتقاء، فيهم نتقجوا، فيهم نتحكوا، فيهم هادو هما العقود ديال الزواج في الاصل. الا ما كانش عندنا شي عقد اخر حداه، لان الا كان بحال دابا العقد عندك من باك، لا ما غاديش يكون عندك من باك ومن راجلك، لا، حتى يسالي باك عاد يبدا راجلك، اولا تساليه مع باك اولا تساليه مع راجلك. ميمكنش يكونوا عندنا عقود قاصحه مع الناس كاملين، صعيب بزاف، لان ما الروح ديالنا ما غتستحملش. صافي الوغ، اذا الزوين واللي زوين في الامر هو ان ملي يكون غير واحد فينا كينظف ما نحتاجوش نسوقوا الاخر، واش كينظف ولا ما كينظفش، واش حتى هو كيدير كيقرا كتبه ولا ما كيقراش، واش هو الوعي ديالو والطاقه كتعلى، ماشي مشكلتنا حنايا. علاش؟ حيت رب العالمين خلقنا بمجال كهرومغناطيسي. اشنا هو؟ بحال واحد المجال داير بينا وكيأثر على اللي قدامه. انا كنتغير في المجال ديالي بالطاقه ديالي والترددات والذبذبه، وتا اللي قدامي تا هو تيتغير هكاك، حيت ما يمكنش انا نتغير وما يتغير، ولكن واش غيتغير الاسوء والاحسن؟ ما عرفت، على حسب العقد الروحي ديال كل واحد فينا. ولكن في اغلبيه الاحيان اللي كان غادي في طريق زوينه وكينظف التطبيقات سورتو التطبيقات فريمون ما مشتتش وكيطبق حاجه واحده، اوكي، راه كيشوف العجب والمعجزات في بنادم اللي قدامه. وانا تنقول لكم هاد القاعده ماشي غير العلاقه الزوجيه فقط، لا 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 لا، حتى جميع العلاقات. هذا هو، شوف داكشي باش قلت لكم دوره التالقي مع طفلك الداخلي راه غتغنيكم على دوره العلاقات، دوره العقل، دوره النفس والروح، دوره الحب الذات، دوره ديال الانجاب، دوره ديال الخطوبه والزواج اولا شريك الحياه، غتغنيكم على كلشي، لان كنمشي لكم للساس. عرفتي شنو هو الساس من اللي بدو؟ شنو هو اللي بدو؟ الطفل الداخلي. سدين اي حاجه معكسه ليا في اي، في الفلوس، في القرايه، تعلم اللغات، في الصحه، في الغلط، الرق، الامراض، الخطوبه، العلاقات مع الرجال بصفه عامه، المراه كتقولها مع الرجال، العلاقات في الصداقات، اي بلوك سالينا من السحور والعين والعكوس وقله الزهر والجين، ساليناهم. دابا غنمشيو لحوايج اخرين. نقول لكم بان احنا الداخل ديالنا كاينه كتله مشاعر منخفضه، ايكارتول كيعيط لها لو كور ايموسيونيل، كيقول لك كاين واحد لو كور
ماشي غير ايموسيونيل، تيقول بحال جسد مجروح لداخل ديالنا، هازينو معانا جايبينو معانا من الكرش دمنا. يعني شوفوا شوفوا من النهار الاول اللي البويضه تلقحات وحنا هازينو معانا، لان الطاقه جايه منه وحنا هازين معانا اون ترومبال. شني اون ترومبال؟ هازين معانا شي حاجه ثقيله وحنا اصلا ما وقفناش باش نشوفوا شنو فيها، ما حليناش. الحله صعيبه، انا كنقولها وتنعاود، الحله ديال داكشي اللي حنا هازينو معانا كيحتاج لبزاف من الشجاعه. كاين اللي كيحل ويخاف ويسد، ما جاتش معايا الدوره، ما جاتش معايا التنميه ديال الذات والطاقه، الدورات ما داروا ليا والو، حصص العلاج ما داروا ليا والو، حيت حل وسد، خاف من داكشي شافو كثير وما قدش عليه. وراه بالتدرج، راه كنديروا داكشي بالتدرج، راه عرفنا داكشي كثير، راه حنا هازين معانا بلاوي. والمشكله اننا ما هزينش معنا غير في حياه هذه، هزين معنا في حيوات اخرى، وهزين معنا في اسلاف واجداد من ناحيه الحمض النووي اللي كنقولوا حنايا الحمض الدي ان اي، يعني الجينات، وهزين معنا قتله. واللي بغى يمشي الفيديو ديال كيفيه التنظيفات راه كاين في اليوتيوب، وغتشوفوا حنا فين هازين، على اي مستويات حنا هازين، على 8 و9 المستويات. انا تنقول لكم خفوها من الطفل الداخلي وجي تشوفوا الدنيا كي دايره. عساك مازال ما وصلناش للحيوات الاخرى والكارمات والديون الكارميه، مازال ما شفناش الاجداد والاسلاف، مازال ما شفناش التاريخ والوعي الجمعي والبندولات، ما شفنا حتى حاجه من هادشي. انا تنقول لكم دابا سيروا غال حياتكم هنا، خليكم غير مع هادي اللي هنايا، الا فيها 20 عام، الا فيها 30 عام، الا فيها 40 عام، الا فيها 60 عام، بلا ما تمشيو بعيد، راه بعيد، راه فيه بلاوي اخرين، ولكن الكثير والثقيل كاين دابا. هذه الزوينه وكي كنقولوا الزبده ديال الخلاصه ديال الحال، اللي ثقيل هو هادشي اللي حنا هازينو معنا دابا، واللي ما مخليش علاقتنا مع الاخر كيف ما كان الاخر، من اي جنس كان، من اي سن كان، من اي مستوى كان، ما مخليش هاد العلاقه سويه وصالحه ومتوازنه وفيها تقدير واحترام وفيها الوين وين. صافي ديغ الوين وين هي الطاقه كتمشي وتجيب سرايان، ماشي واحد متكل على واحد، او لو واحد يسب الطاقه ديال واحد، او لو واحد خادم الاخر والاخر ما عايش، لا، خاص تكون فيها الفايفيان، يعني سير واعطيني ونعطيك، وناخذ منك وتاخذ مني، وتعلم منك وتعلم مني، وترقيني ونرقيك. هذا هو الاصل في العلاقات، هذا هو الاصل والاساس. الوغ خليونا من الدورات ديال نقبطوا العلاقات بوحدهم، ونقبطوا الملف ديال المال بوحدو، ونقبطوا، راه ما غتساهليوش. سيروا الساس، سيروا الساس، الساس طفل داخلي مجروح، سدينا كتحس تسمعوا بجهاد نفس ابا. الساس هو هذا جهاد الانفس، وفي القرآن موجودة هذه الكلمات كتير، عليكم أنفسكم وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. كاين إلا شديتوا كلمة أنفس في القرآن بالترتيب من بداية القرآن حتى لنهايته، والجمل أنفت الآيات اللي فيهم القرآن الأنفس، شوفوا ربي علاش كيهضر معكم. راه ما تيهضرش على شي حاجة براكم ولا في الآخر ولا في القرآن ولا، لا لا، تيهضر على الداخل ديالك، الداخل ديالك عامر، الداخل ديالك فيه كره، غل، حقد، انتقام، كبر، فيه خزي، فيه عار، فيه غضب، فيه لوم، عتاب، فيه استياء، اي نوع من المشاعر المنخفضه كاين الداخل ديالك، وهزينها على جل الصدمات كلها اللي دزنا بهم. وفي الاخر غادي ناخذ ولد الناس، هو غياخذ بنت الناس، وبغينا داكشي يكون زوين، ومن الاول وحنايا في الحب حتى الاخر وحنا في الحب، ما يمكنش، لان في اقرب فرصه الشياط غينوض. يعني غير كاين بعدا غير هو كيوجد العرس والشياط نايض، كاين غير في الخطبه والشياط نايض، وانا عشت مع هذوك الناس، يعني شفتهم على عينيا، وانا دزت بها، راه من الاول الشياط نايض، وتنقولوا سحور العين الجن، سحروا لي نهار العرس، سحروا لي في الخطوبه، عينوني، شعينوك بنتي، راه داكشي اللي انت هزاه معاك وناسياه، ثقيل ثقيل، ما عمرك حتى ما درتي له غير كتطلع عليه ولا تشمي ريحته، انت راه هزاه معاك داكشي غامل وخامج وخانس، سمحوا لي العبارات، حيت ولفتوا مريم كتجيكم من العبارات باش كتشوفوا هادشي كامل. الو غادي نبقى غدا معكم، لان اسئلتكم حلوه بزاف، وجاوني اسئله زوينين، وهما نيت اصلا في داكشي اللي كنت انايا باغا نهضر عليه. اوكي الو غنمشي لكم الانستغرام، لان هو اللي كيجيبني فيه الاسئله مزيانه. الو من بين الاسئله كما قلت لكم، هل
هل الطفل الداخلي يمنعني من العمل والزواج؟ فعلا، لان كما قلت لكم حنا هزين معانا طفل داخلي عامر بمعتقدات وعامر بمشاعر منخفضه، معتقدات دفينه مدفونه مزيان يعني مبرمجه محكومه ومشاعر منخفضه. كيبنا حنا هزين معانا هادشي وغادي واحد العالم وبغينا نرتقيو، يعني داك العالم فيه شي حوايج اللي غنزيدو نطورو بهم، ميمكنش غادي غترجعي باللور، ميمكنش، كاين غير لي بلوك. كيما قلت لك قبل كنا ضحيه كنحطو داكشي على حاجه اخرى برانا، هذاك عيني ها الجن ما عادش للعيشه ولا منعرق شمهاروش ولا قنداروش ولا ما عرف دخل فيا ووقف ليا كلشي، ما عرفتش لمس يمكن حطوا لي شي حاجه ودزت عليها وتمسيت منها وداكشي علاش تعكس لي هادشي. هادشي اللي كان عندنا، هادشي اللي كان عندنا، هادو هما المعتقدات اللي كانوا عندنا. اليوم حنا ابعد من هادشي، هذا سالينا من هاد العصور، هادشي والتخربيق هذا واللي باقي فيه راه باصلي والله الا لا باصلي، عايش دور الضحيه، خسر فلوس على الفقهاء، خسر فلوس على المشعوذين، وخسر فلوس على البصارين، وخسر فلوسه ورا كل شيء داخل. واللي زوينة فينا اللي رب العالمين كرمنا الصراحة وعطانا شي حاجة كبيرة هي أنه الداخل فيا، راه ماشي شي حاجة اللي من برا خاصها تجيني، راه أنا خاصني غير نقلب شي شوية لداخل ونشوف، غير نوقف ندير وقفات مع الذات ونشوف. الو غنحكي لكم واحد القصه ديالي بيان سور، لان القصص هما اللي زوينين ونبدا براسي. اوكي الو مريم هادي 16 عام، دوك انا تزوج 2005 تقريبا 16 عام، هذيك 16 عام خصكم تعرفوا كي كنت لان بديت الوعي قبل من الزواج، ولكن ما وعيتش بزاف بحال هكايا، يعني الحمد لله راه حنا غاديين وكنتقدموا، وكنت شنو على نبشه عطيت داك لسبه غير يدوي راجلي عندي لاطاك، يا نبكي يا نعايرو، يعني يا نبكي وندير راسي ضحيه بانه هو ظلمني وتعدى عليا، ودابا راه غادي يكونوا فيكم اللي كتشوفوني وعارفين علاش كندوي، تنبقى نبكي حيت قال لي شي كلمه، حيت عايرني، حيت حقرني، ورا ما حقرني ما والو، انا اللي عامره جروح واتي برك على بطونات، هذوك البطونات راه شاعلين مش حال هادي ولا مشتهم، وكاين فيهم اللي شفتهم ولكن فيهم طبقات. اوكي يا نعايرو نطاكيه، يعني ندخل فيه طول وعرض باش هو ما يزيدش عايرني، كنت ديما الغوات وكنت ديما المعيور وكنت ديما تنغوت وعيني كيوليو حمر. هذه مريم والله العظيم كنقولها لكم، هذه 16 عام وماشي تنقول لكم وانا عندي عار ولا دول ولا خجال، لا لا لا، حيت الحمد لله التغيير فين ولا، وانا غنقول لكم كيفاش وليت حاليا غادي تشوفوا. الو اليوم اي حاجه يقولها راجلي الا قصحتني بزاف خاصني نوقف، ودائما الطفل الداخلي تيجي لعندي تنقول لي، وتا هو ولات يضحك تيقول لي سيري شدي هذوك شوفي شكون فيهم هذوك الاطفال الداخلية وسيري داوي ما عطينيش بالاتساع بالضحك، لان صافي انا شعلت ولكن كاينه شي حاجه داخل ديالي، ولكن ما بقيت لا نغوت، ما بقيت لا نعاير، ما بقيت لا نسب، ما بقيت لا نبكي، حيت كلشي عليا، لان وليت عارفه بان ماشي هذاك السيد اللي فيه المشكله، انا اللي قاصني فشي حاجه، انا باقا شاعله عندي بطونه باقا خدامه ما تطفاتش مش حالها هذه، ما لقيت لهاش الوقت اولا لقيت الوقت ولكن خدمت على الطبقات الكبار، ما خدمتش على باقي ما وصلتش باش نسد هذاك الملف. الو الحمد لله الصراحه الكذوب الصراحه فين كنت وفين وليت في علاقتي مع راجلي. اذا اليوم ولينا بالضحك، اليوم ولينا صراحه بالضحك، سيري قبلي اطفالك الداخليه وعطينيش بارتساح شوف، اولا بلا ما يقولها لي انا وليت غير الا ضراتني شي حاجه مزيان لا معاه ولا مع اي واحد فوق الارض ولو نتوما شي حد قال شي حاجه، اول حاجه تنشوف راسي واش مقصحه، واش تقصحت ولا ما تقصحتش، الا ما تقصحتش صافي ملفي مسدود، ملفات ديالي مع فداك المساله الملف ديالي برا صافي، اما الا باقي اي واحد يهضر معايا فوق الارض غير كيلوح هضره، واخا داك الهضره ماشي فيها حتى المعيور ولا حشين الهضره، وانا تنشعل اولا شي حاجه لداخل ديالي ماشي هي هذيك، اولا تنوض نبكي اولا تنعاير اولا تنسب اولا تنهرب اولا، اذا انا مازال عندي جروح ماضي كثيره في هذيك العلاقه. اذا الا ضرني راجلي كنسول راسي كنقول واش لقيت راسي
ما دريتش صافي الميل في سال، لقيت راسي تقصحت شي شويه، كنمشي تنسول كنسول اطفالي شكون فيكم اللي راه خارج دابا، شكون فيكم اللي راه باغي يحيح على هذا اللي قدامه. صافي تنمشي بالتمارين اللي عطيتكم في دوره ديال تعلقي او لا في المحاضره ديال من لقاء الطفل الداخلي او لا حتى الفيديوهات المجانيه، يعني اللي باغي يعرف اكثر على الموضوع عندكم 5 فيديوهات مجانيه اللي هي دوره مصغره اللي هي المقدمه ديال تعلقي مع طفلك الداخلي، موجوده على اليوتيوب في البلاي ليست وموجوده في الموقع ديالنا ديال كاجابي ديال الموقع ديال اكاديميه مريم العازيم، حتى هو الا مشيتوا تواصلتوا مع الفريق غادي يعطيه لكم باذن الرحمن. اوكي دونك غنشوف بلاتي غنشربوا شويه الماء وغنتابعوا باذن الرحمن. شي وحده السؤال ديالها اولا لا غومارك ديالها زوينه بزاف، هل ممكن تعطي لينا الدوره من باب العطاء والحب لا مشروط؟ هديه بنتي عندك طاقه فقر حيت غير باغا غير تاخذي، ما باغاش تعطي وتبدلي جهد واستثمار، وهاد طاقه الفقر راه ما عمرها ما غتزيدك لقدام، لان اي حاجه الا بغيناها تنفعنا خاصنا نخلصوا عليها. سمحوا لي بالزربه، المجان كيوعي وراني قلتها في الفيديو ديال الانستغرام هاد يومين، راه كاين اسئله واجوبه على دوره التعلقي راه كاين في اليوتيوب وكاين في الانستغرام، سيروا خذوه في اي جي تي في. قلتها لكم، قلت لكم اي حاجه كتاخذوها بالمجان كتعلي لكم الوعي والادراك، صافي كتفيقوا بالحاجه وكتستيقظوا، يعني كنفيق بالحاجه. الا بغيتوا الطاقه ديالكم ماشي الوعي، الوعي اوكي تسمعوا تتشبعوا في اليوتيوب الجراتوي المجان في سبيل الله داك العطاء، ديروا اللي بغيتوا، بغيتوا تبدل لكم حياتكم دفعوا، ما كاينش. انا نقولها لكم علاش، حيت قانون كوني، قانون العطاء، قانون الاخذ والعطاء، قانون رب العالمين حطو باش ناخذ شي حاجه تنفعني وتنظفني وتقدني خاصني نعطي على ودها. سيكم صار بحال اللي باش تاكل، على شنو كتاخذي الماكله فابور من عند مول الحانوت، كتمشي لعند مول الحانوت كتقول له عطيني ماكله فابور، ممكن يخلي لك الكريدي، يعني ممكن يدير لك الكريدي التقسيط اوكي في الكناش، ولكن هذاك الشيء اللي كاين في الكناش وفي الدفتر ديالو واش غتخليه له؟ ما غاديش تخلصيه الا ما خلصتيش، والله داك الماكله اللي كليتيها لا ربي دار لك فيها البركه لا في الفيتامينات ولا في الاملاح المعدنيه ولا في الطاقه ديالها ولا في حتى شي حاجه، لان كلها كريدي خصك ترديها باش ربي يرد لك طاقتك اللي هي الصحه ديالك. وراه حتى في العلوم بحال هكا، العلوم الطاقيه والعلوم التنميه الذات والعلوم ديال التغيير والعلوم ديال العقل وكل شيء، نعطي باش حيت هذاك المدرب راه دار جهد، قراته هو ودفعته هو وسهر الليالي وكيصرف على موظفين وكيصرف على مؤسسات وكيخلص الانترنت وكيخلص بزاف د الحوايج. اذا عطاء العطاء العطاء في سبيل الله، حنا ولفنا طاقه الفقر هذه، دونك حيدوا علينا طاقه الفقر ونويو ان رب العالمين يعطيكم البصائر، يعطيكم يفتح لكم الملفات باش تقدروا تستثمروا على راسكم. وبقى من بركه من هذا التسول، بركه من هاد التوسل والتسول اللي ولا فينا واللي حنايا عندنا في البندول ديالنا، اننا دائما يا اما كنتشطروا على الحاجه يا اما تنبهدلوا بالقيمه ديال الحاجه اللي هي غتنفعنا، وكنمشيو نحطوا فلوسنا ونحطوا وقتنا ونحطوا مخنا شي حوايج اللي ما يستاهلوش. اوكي الوغ اوكي الو، سؤال زوين هنايا ديال واحد المنور متابعنا مزيان، قال لك بان طاقه تعلقي خرجت له بزاف ديال الغضب. الو غنقول لكم واحد القضيه بيضاء، انا غاده معكم في الاسئله باش ما يفلتليش الخيط، باش ما يفلتليش راس الخيط. اي واحد دخل الدوره ديال التعلقي بالخصوص، ما كنهضرش على شي دورات اخرين نهائيا، وخرج الغضب، عرف بانك راه غادي تتقدم. علاش؟ حيت ملي كتدخلوا التعلقي كتدخلوا بالعار، سمحوا لي الو، تعلقي ملي كتدخلوا لك كتدخلوا بطاقه العار، طاقه جد منخفضه، هي اسفل سافلين. مور العار كاين تانيب الضمير، مور تانيب الضمير كاين الخوف، مور الخوف كاين الغضب، اللي وصل الغضب راه قريب من الشجاعه، راه قريب من الكبر والشجاعه، يعني راك غادي، راه غادي في التقدم، لان خاص ديك الكميه الغضب ديال سنوات طويله تخرج، سي نورمال عادي. انا نفرح ملي تجي عندي شي وحده في الحصه الاولانيه والحصه الثانيه ديال العلاج تكتب لي واحد الميساج بحال اللي تعايرني تسبني وحاسه بواحد الكميه الغضب، تنقول الله الحمد لله اللي خرج فيا داك الغضب منه ما خرج في شي واحد اخر. علاش؟ لاننا نقلتها من مستويات منخفضه لمستوى الغضب، الغضب كاين الفوق شويه،
زوين فسلمها وكاينس الغضب عالي، يعني من اللي كيخرج الغضب راه مزيان، راه كينظف، راه غادي في الطريق، خاص يكمل التنظيفات بإذن الرحمن. اوكي الو، هناخد سؤال اخر. بلاتي شت اسئله زوينين. هل معامله الاب القاسيه تتكون عائق في الزواج؟ كتكون عائق قبل من الزواج وفي قلب الزواج ومن بعد الطلاق، اي صدمه، اي قسوه، اي ظلم، اي اضطهاد، اي اغتصاب، اي تحرش، اي معامله سيئه، كما كانت النوع ديال الصدمات، كلها كتاثر لنا في العلاقات، وخاصه علاقه الزواج كلها. الا ما اثرتش عليك في الفتره اللي ما قبل من الزواج وعطلات لك الزواج بزاف، غتاثر عليك في قلب الزواج ملي تزوجي، وغادي تعرق لك الزواج ديالك والمعامله مع الزوج، اولا ملي تطلقي غتزيدي تكفسيها وغادي تجبدي نفس العلاقات، نفس نوعيه الرجال غيبقاو غاديين وتيتكرروا لك على مدى التاريخ، سواء غتزوجي بهم اولا غتصاحبي معهم. سي كوم سا، جرحه هزينها من فم مفتوح عنده علاقه بقسوه الاب اولا قسوه الذكر اولا لوتوريتي، كنقولوا لها باترياركال، يعني العنصر الذكري غالب عليك بالقسوه ديالو بالسيطره وزيد وزيد وزيد. اذا اي نوع من هاد المشاعر اللي راهم مشدودين تيبلوكيو الدنيا كامله. علاش كنقول لكم خصنا نخويو؟ علاش كنقول لكم راه خاصكم شي شويه تحلوا وتشوفوا لداخل اشنو راه فيه، ولو مره مره حلوا شويه وغادين وبالتدرج وبالترتيب وبشويه بشويه على حسب الاطفال الداخليه اللي تيخرجوا. الو، ما رساله الزوج النرجسي؟ كنا درناها، كاين فيديو عندكم في اليوتيوب سيروا تفرجوا فيه، ولكن مادام حنا اليوم في الطفل الداخلي غنقول لكم رساله الزوج النرجسي. لان الزوج النرجسي شنو الكاركتير ديالو؟ لا تعرفوا الكاركتير ديالو، اولا الزوج المانيبيولاتور نارسيسيك كنقولوا لها بالفرنسيه، شنو الكاركتير ديالو؟ هو يسيطر عليك ويحقرك ويطيح بيك ويهبط لك كواريك ياك، ويبقى دائما يتصالح معك ويرجع ويتخاصم معك، يتصالح معك ويرجع ويتخاصم معك، ودائما فيما تبغي ديري شي حاجه اكثر يهبطك، وفيما تبغي يكونوا عندك العلاقه ناجحه يهبطك، وفيما تبغي تفرحي يهبطك. هذا هو الكاركتير ديال الزوج النرجسي. اوكي، اذا مادام هو تيهبط شكون غيهبط؟ غيهبط غير الضعيف، غيهبط غير اللي ما عنده كلمه، غيهبط غير اللي ما عنده ثقه في نفسه، غيهبط غير اللي مضغوط عليه من مده طويله. اذا حيت كون هو هذاك النرجسي بصفه عامه، كل اللي قدامه قوي وقاصح وصلب وعنده الاطار وعنده لي ليميت وعنده لي بوين سيغ لي زين، نقط على الحروف، وعنده عارف شنو باغي وكيبغي راسو وعنده كلشي، وعنده الثقه والقوه والتمكين، غادي يقضي عليه زوج نرجسي. والله علاش جبتيه لعندك؟ اذا كتجبدي زوج نرجسي باش يداويك، لان انت هزه معاك ضعف ومهانه وعدم ثقه وعدم حب الذات وعدم استحقاق واهدار الطاقه. علاش؟ حيت داك الزوج النرجسي كتعطيه في الحف وتعطيه في الكوزينه وتصبني له حوايج وتربي له ولادو، عاد عندك انت اللي كتعطيه، ماشي حتى كتاخذي من عنده. بورتون عندك انت طاقه انوثه، ما عندكش طاقه ذكور. وفي الزوج النرجسي هو لو سيكل فيسيو، هذاك الدائره اللي كدوري وتعاود ترجعي لها، دائما يتصالح معك ويغضبك ويعاود يتصالح معك ويغضبك ويدير كي مونيكا، يعني فريمون كشي لعبه في يديه. فوال، علاش؟ حيت انت اصلا لعبه، قبل ما تجي عندك كنتي لعبه، قبل ما تجي عنده عندك الضعف، قبل ما تجي عنده ما عندك لا كلمه لا ما كتعرفيش توقفي الناس عند حدهم، ما كتعرفيش تهضري قدام الناس، ما كتعرفيش تردي على اللي خصو يترد، ما كتعرفيش توقفي على حاجتك، ما كتعرفيش شنو هي حاجتك، شنو هما لي بوزوان بريمور ديالك، ما عندك لا اولويات، ما عندك لا قيم، ما عندك لا حب ذات، ما عندك والو. اذا سيري خدمي على الطفل الداخلي ديالك في هذا الهجوم كامل، وما ديهاش فيه واش هو جوز نرجسي ولا جوج كحولي كيشرب الشراب، ولا زوج لعابي اللي كيلعب مع البنات، ولا زوج كيسمع غير لمو، ولا زوج عصبي، ولا زوج ما عرفتش انايا يعني نوع من الازواج كاينين، ما عرفتش. ما ديهاش في هذا الشيء، هذا اي نوع من راجل كاين ما ديهاش فيه. انا غنمشي نخدم على جروحي، غنمشي نخدم على معتقداتي، غنمشي نخدم على صدماتي، غنمشي نخدم على شنو انا هزه في النفس ديالي البشريه. راه انا اللي جبدت هذاك النوع من الناس، جبدته بعقود روحيه، اتونسيون، ما جبدتوش كنقول هاد الهضره حيت انا كنقلل منهم، لا،
راه كيف عقد روحي معاهم، ولكن انا الا بقيت مركزه عليهم غنبقى في الضحيه، ما غاديش نبقى نشوف البصائر ما غيتحلوليش. اذا باش نخرج من هذا لو سيركل فيسيو، هذه الدائره المغلقه راني مقجوجه فيها، ما نركزش عليه، نمشي نحط راسي في النفس ديالي، في الطفل الداخلي ديالي، نبقى جالسه عليه، نفسه عقل، نفسه عقل، نشوف معتقدات، نشوف جروح، نشوف شنو هزه معايا من قديم. وانا تنخوي كاين جوج د الحوايج، يا اما هذا تيشيفتي كما كنوعو، راجل كيشرب لي هو غيهرب، يا اما غيموت، يا اما غتطلقي، يا اما غادي مرض مرض او غيختفي كاع من الوجود، يخلي ولادو يطج. المهم غادي يوقعوا شي حوايج اللي طاقتك ما غتبقاش موالمه مع طاقته. هذا احتمال كبير وممكن يكون، هذا احتمال من الاحتمالات. الاحتمال الثاني اللي هو تا هو في عمق الاحتمال الاول وفي كبر الاحتمال الاول، هو انه انت كتبدلي و تيتبدل معاك، انت كتبدلي و تيتبدل، انت كتبدلي كيتبدل، وحس ساعه كتقولي انا مع شخص جميل، انا مع شخص طيب، انا مع شخص كيساعد كيحترم كيقدر، ماشي هو كاع هذا اللي خديته من الاول. علاش؟ حيت انت خففتي عليه، خففتي عليك صدمات الماضي، ديتي غير في راسك، ما كنتي تعاودي له على فين مشيتي، ما كنتي ما تعاودوا لهمش، ما تعاودوا لهمش، حطوا راسكم حتى الفلوس اللي غادي تصرفوا بهم غتخلصوا على راسكم بهم في الدورات وفي العلاجات، ما تقولوش، ماشي كذبوا، ما تقولوش، حتى يشوف تيشوف العربون، تيشوفكم هادئين وملي كيدير شي حاجه ما كاينش رده الفعل الشياط فيها، حيت هذا هو المشكله في الطفل الداخلي. المشكله في الطفل الداخلي هما كوكوتات مسدودين وفي اي لحظه غينفجروا في شي حد. اذا في الاولى انهم ينفجروا في الراجل اللي نتوما عايشين معاه، لان علاش كتشوفوهم صباح وعشيه، صباح وعشيه، الا ما كانش خدام كارثه، اما الا كان بعدا خدام تيمشي يغبر ولا ولا عنده صحاب وكيبعدا كيغبر ويرجع، اما الا كان ما خدامش راه كارثه، راه دائما انفجار غيكون فيه وفي ولادك، لان داك الاطفال الداخليه خاصهم هي اللي يبرك لهم على البطونات ديالهم، كيتسناو شكون مع من مع حماتك بركاتك على بطون، الشاف ديالك برك على بطون، اختك جات زارتك بركات على بطون، ولادك داروا لك شي حاجه برك على بطون، راجلك كيبرك على البطونات بزاف، لان هو اللي عندك معاه العلاقه الحميميه، هو اللي معاه عندك العلاقه كثيره والطاقه مشبكه بزاف، لان جسم في جسم كيدخل كتحول واحد الطاقه وتتكون عندكم الاحبال الاثيريه مجموعين مع بعضياتهم بزاف. اذا معاه هو اللي الشياط كاين بزاف، اما الا كنتي مع الشياط مثلا مع حماتك صافي حتى هي دايره مع الاحبال الاثيريه وعندك فيها الشياط، الشياط مع امك راه لقيتي على من تفرقعي. هذا هو الطفل الداخلي، ولا نتوما ما حليتوش بشويه بشويه وتعذبتو، لان فيه عذاب داك الحل، راه ماشي ساهله، راه قلت لكم طريق الشجعان، الا حليتو بشويه بشويه وتنفسوا وعاود حلوا وتنفسوا وعاود حلوا، غتبقاو غادي مشيو تتخفوا عليكم فين تجي حاجه اخرى، لان راه حنا عايشين وممكن تجي حاجه اخرى، وانتوما داكشي عامر ونقطه وحده بحال كورونا فيضات لكم الدنيا، كاع اللي في كورونا صونوا عليا الو انا كنطلق، الو راه كيضربني، الو وكثر كثر كثر كثر. فرنسا راه خرجوا واحد الاحصائيه ان في داك العام ديال الكوفينمون ديال الحجر الصحي كان اكبر عدد ديال الضرب والعنف والطلاق من الناس بصفه عامه، داروا هما الاحصائيه عامه، لان علاش كنتو عامرين، كنتو عامرين، بعدا كان الراجل ولا انت هي خارجه مع صحاباتها، انت مشيتي عند امك، انت مشيتي تقديتي، انت مشيتي ديتي الدراري للمدرسه، اما هو ها الصحاب ها الخروج ها الخدمه ها موها هذا، اما ملي جلستو في قنتو تحت من دار سدوا عليكم ما كاين لا اللي خرج لا اللي يدخل لا حتى شي حاجه، راه داكشي اللي عندكم كاطفال داخليه، راه واحد كيخرج في الاخر، واحد كيخرج في الاخر، بحال داك تفرقع في هذا وداك تفرقع في الاخر، هادشي اللي وقع في الحجر الصحي واللي وقع حتى دابا، راه تخرجنا من الحجر الصحي وباقي لي حد الان ديكوب راهم ضاربين، شفتوا لاي درجه، انتبهتوا لاي درجه ان الطفل الداخلي شي حاجه مهمه جدا جدا جدا. الو دوك الاكثرية كيطرحوا مع علاقة اطفال من في الزوج، هل علاقة الطفل الداخلي كيأثر على الزواج؟ هادشي كله انا غدا وكنشرحوا دابا، هل انا وزوجي لنا نفس جروح الطفل الداخلي ام ليس بالضرورة؟ لا،
ماشي ليس بالضروري فريمون ماشي ضروري، يعني هو يكون عنده مثلا اطفال جاهليين عندهم مثلا تخلي، وانت عندك مثلا اطفال داخليين عندهم العار، ماشي مشكل غير، ولكن غادي تصدموا، يعني كاين صدام، كاين صدام والمقاومه ودخل فيا ندخل فيك، غادي يكون غادي يكون، وسختو الا كنتو بجوجكم هازين معكم وبجوجكم الكرمات ديالكم صعيبين بزاف وبجوجكم العقود الارواح هازين فيها بزاف، غتكون فريمون الحرب الحرب الحرب، ما كاينش زعما شي حاجه اللي مجهده بزاف. دونك ماشي ولا بدي يكونوا عندنا من نفس نوع انواع الجروح اولا. الوغ انا عاود نكررها، ما تنتبهوش للجروح ديال رجالكم، ما تنتبهوش للطبع ديالهم اولا الكاركتر ديالهم اولا نوعيه الرجال اللي نتوما فيها، المهم عندي هو النظف النظف. الوغ كاين واحد القضيه، الزوج المستقر، الزوج الغير مستقر بالعمل، هل هذا راجع لنفسه ام انعكاس بشيء داخلي؟ الوغ صحه الرجل، انا كنهضر من جهه وحده، الا كان كيسمعني الرجل من جهته ممكن تسقط نفس الاشياء، ممكن دير الاسقاط على نفس الاشياء. الا كان معك راجل لا قبل منك ولا معك، وخاصه الا كان معك وقع له هذا الشيء، الا كان معك ومرض، الا كان معاه خرجوه من الخدمه او لا تينقز من خدمه لخدمه، الا كان معاه بعداته الخدمه بعداته صيفط صدراتو شي بلاصه اخرى، الا كان معاك ومشى تزوج عليك، الا كان معاك وكيفسد، الا كان معاك وكيشرب، الا كان معاك في الزواج وكيدصر على البنات الصغار، الا كان معاك وكيضرب ولادو، الا كان معاك وكيدير هاد التصرفات كامله، انت سببها. شويه قاصحه ولكن كان اللي متبعني هذه 3 سنين راه ولا عارف هادشي اللي كنقول انا، انت السبب في هادشي كامل اللي وقع في الزوج ديالك، لان داك الجروح ديالك باش يتوازنوا ويتنظفوا بطريقه اخرى كيخلق هادشي قدامك، انت تنظفي وهو يتنظف، انت الا بقيتي عكسيه ما بغيتيش تنظفي وديري فيها ضحيه، هو غادي يزيد يقلب على شي حوايج اللي توازنك. اذا الكحول والشرب الخمر توازن ليك، توازن سيء، توازن سلبي، توازن طاقته منخفضه، ولكن سميتو توازن حيت هكا الكون، هكا الكون، قوانين الكون هي هذه، الميزان خاصو يتعدل، ولكن غير يتعدل بطريقه بغيتوها نتوما زوينه ولا بخايبه، لا الا نتوما مشيتوش نضبطو غير توزن بالعكس، فهمتوا؟ دونك اي وحده تزوجات وراجلها تقلب قلبه ديال الخدايد، مابقاش يهتم بيها، مابقاش هذا بدا يهتم بمكثر، بدا يصرف على مكثر، ما عرفتش سي با، اي نوع من تبدال تغيير، انت السابع. وهذا الشيء علاش غادي نرجع شي شويه محد باقي الوقت، غنشوف واش باقي الو، غنشوف واش باقي الاسئله. ليس لدي أي سؤال لأنني فعلا وجدت كل الأجوبة وكل المفاتيح في دورة تألقي مع طفلك الداخلي وبالمداومة على تحليل المشاعر. برافو عليك حبيبتي نعيمة، برافو عليك. هل عدم تقبل الزواج أو لا نتقبل في الزواج في هذه الحياة دليل على جروح الطفل الداخلي اللي دابا غنمشيو اللي ما قدرش تزوج، يعني وهذه هي الكارثه الكبيره، وان شاء الله غادي نخرج فيديو اخر، ولكن ماشي ليكم، غنخرج فيديو لهذوك الرجال اللي كيفاش كيتعاملوا مع المراه اللي عندها تاخر زواج. الصراحه ردينكم كي جفاف الصراحه، ما نكذبش عليكم، لان ملي كيسمعوا البنت وصلت ل 34 35 36 وما مزوجاش، الصراحه كيبهدلوها بالمعيور، بحشين الهضره، بالسبان، كيقلبوا على الجنس. هذه ان شاء الله غنخرج في لايف اخر غادي نهضر معاهم صراحه، موجده لهم شي طنوعيره مزيانه بحال داك الهضر ديال الطاقه، لان بغيت نفهمهم كيفاش ان الكارما صعيبه بزاف على داكشي اللي كيديروا في بنات الناس، بزاف بزاف بزاف، ولا ما احترموش هذوك بنات الناس اللي اصلا قاريات وواعيات وخذوا الوقت باش يقراو ومحترمين راسهم ومربيات بزاف، وانتم كيبان لكم غير الجنس والقضيب في المخ ديالكم. غادي نخرج ان شاء الله نوبه اخرى وغادي نهضر على القضيه هذه خير ان شاء الله. الوغ علاش كنت كندوي على اللي ما مزوجاش؟ الوغ هادشي اللي غنقولوا اللي ما مزوجاش غتستافد منه حتى اللي مزوجه، الله يرضي عليكم، ثبتوا راه حيت نفس القوانين، القانون قانون، اللي مزوجه واللي ما مزوجاش عندهم نفس القوانين. اوكي انا باغا نتزوج، اوكي، وعندي اطفال داخليه مجروحه، ومن بين الاطفال الداخليه داك اللي نقصوا الحب،
اللي عنده عدم حب وعدم حنان وعدم ما شبعش اما ما شبعش اما ما خداش كاع صراحه، ما خديتش الحب من والديا ومن عائلتي، ما خديتش الحنان العطف التقدير الاحترام هذاك الشيء كله اللطف المداعبه، ما خديت والو من عند والديا اولا عندي فقر يعني عندي خصاص اوكي، وانا كنقلب على واحد باش يكمل داك الشيء اللي ناقصني، حيت قبل كانوا كيقولوا نصف دينك، هذه راه معتقد خاصو يتنسى راه كارثه، غناخذ اللي غتكمل لي ديني، يعني انت ناقصك دين ولا ناقصك عقل باش تكمل به هي مصيبه، انت راه ناقصك كل شيء، هي اش غتكمل ليك، واللي ناقصو ما يمشيش يتزوج، اللي ناقصو يمشي يتكى عند امو حسن له ما يضيع معاه بنت الناس، ولا هي تضيع معاها ولد الناس، سيروا تكاو شي شويه بقاو عند امكم طيب لكم تغسل لكم المعن وتغسل لكم حوايجكم، اولا نتوما تفقسوها اولا تفرقعوا عليها كوكوتاتكم، علاش غتزوجوا بوحده اخرى تعذبوها معاكم؟ اذا ما كنتزوجوش حنا ناقصين، ما كنتزوجوش وحنا خاصنا، وما كنتزوجوش باش نهربوا، وما كنتزوجوش باش شي واحد يعطينا الحب ويهتم بينا ويشري لنا كادويات يصفرنا ويشري لي دار ويولد معايا، ما كنتزوجوش على هذا الشيء. اذا راه في المبدا من الاول مصيبه في الزواج، يعني ما تعلمناش ما عرفناش علاش كنتزوجوا، يا اما حيت شرفتي شرف، يا اما حيت باغا تجيبي الدراري حيت خايفه للدراري ما عتعاودش تجيبيهم، يا اما باغا تهربي من عند امك ولا من عند باك ولا هو باغي يهرب، يا اما سواديزو ما بغاش يدير الحرام، زعما دار الحرام هو بزاف ما كاينش اللي كيديرش الحرام، دار الحرام حتى قال خلاص ودابا بغى يتقى الله وغياخذها بنت، هو دار الحرام تشبع وغياخذها بنت، بغيتها بنت ما مطلقه ما ارمله ما عندها فضل بكر، لا بغيتها بنت، يعني انت لعبت تشبع وبغيتها بنت، زعما الكارما غتخليك والله علاش ميتيها، الا ما كانتش هذيك مخيطه نقولها لكم وسمحوا لي على العباره، كارما كدور. اذا ما نمشيش انا من فقر احتياج دب دبات ترددات فقر وفقر فقر مشاعر ماشي فقر فلوس، انا ما كنهضرش على الفلوس، فقر مشاعر فقر من اي نوع من الفقر، فقر احتياج خصاص ذل مهانه تعب استعباد سيطره حكم، ما نمشيش من هذا الشيء نقلب على ولد الناس، ولا انا نمشي من هذا الشيء نقلب على بنت الناس، مصيبه راه الاطفال الداخليه ديالكم راه غيتفرقعوا على بعضياتهم بواحد الطريقه ما تصوروش العقل، ما تسالي وتقولوا لي نكملوا بعضياتنا، كايناش نكملوا وما كنتزوجوش باش نكملوا بعضياتنا نهائيا، كنتزوجوا على ود الارتقاء، بنيه الارتقاء الروحي باش نوصلوا للحكمه الالهيه، هذا هو الشرط في الزواج، ولا عندك شي شرط اخر او لا شي نيه اخرى سيري بدليها، سينو راه ما غتلقايش، او لا حتى الا تزوجتي بنيه اخرى نابور بنتزوج على ود الاولاد بنتزوج باش كملني، غتلقاو مشاكل مصيبه، غتلقاو غيجيب لكم ربي داك الولاد وغيعذبوكم، غيجيب لكم داك الراجل ويعذبكم، غيجيب لكم شحال بحال وتعذبوا، ما تزوجوش بالخصاص وحنا اطفالنا الداخليه مصيبه فيهم عامرين تخلي وعار وغضب ما نقول لكمش وصدامات وتحرش واغتصاب وذل ومهانة مع الأب مع الأم مع زوجة الأم مع زوجة الأب مع الجد مع الجدة مع من ما بغيتو داك داكشي، وأنا اللي تيقتلني وحدة في الانستغرام كاتبه ليا انا عشت طفوله جميله جدا اقسم بالله العلي العظيم على مدار 25 عام ديال تجربتي في الدورات، ودرت دورات مع يهود ومع نصارى ومع بوذيين ومع ملحدين، درت دورات مع جميع الاجناس والجنسيات اللي ممكن يتخيلهم على بالكم، وفي 99% كنكون انا بوحدي العربيه اللي معاهم، اقسم بالله ما كاينش شي واحد ما عندوش جرح طفولي ولا معيوره ولا سبه ولا تنمر ولا تحرر، ما يمكنش حيت حنا اصلا في المبدا جايين نجربوا هادشي، حنا اصلا دايرين هاد العقود باش نجيو نجربوا هادشي، اذا علاش غتنزل الا ما كان عندك ولا شي حاجه في الطفوله ديالك ولا حتى شي حاجه اصلا ما غاتجيش للارض، ما غايجيبوكش للارض، يعني الخلق النورانيين والملائكه ديال الرحمن ما غايجيبوكش للارض، غيصيفطوك لمستويات اخرين وابعاد اخرين، تخدم خدمتك مع ناس اخرين مرتقيين، علاش غيهبطك لهنايا؟ غيهبطك باش اما تعاون ناس تكملهم تعاونهم ترافقهم تنورهم، واما باش انت ترتقي، غيهبطوك باش انت ترتقي، اذا شي واحد يقول لي ما عنده تجرح في الطفوله والله عتيش نعطيه انا ندير معاه تعاقد،
ما كاينش شي واحد فينا اللي ما عندوش شي جرحه في حياته كامله. سدينا كيما كانت، شي حد كذب عليك، شي حد تحرش بيك، ظلمك، تعدى عليك، ما يمكنش ما يمكنش ما يمكنش، ولو شاف فيك بنظره خايبه ما يمكنش. عندنا عقود ارواح، جينا باش نجربوا هذا الشيء. اذا مادام جينا باش نجربوا هذا الشيء عندنا هذا الشيء سدينا. اذا عندنا اليوم نوعاو باللعبه شي شويه، وهذه كنشرحها بكثير، يعني كنشرحها بالفائض في دوره اسرار الحياه والموت، ممكن تمشيو لها. راه الصراحه عطيكم فيها الملخص، الملخص ديال بزاف ديال الحوايج. اوكي دونك ما كان هذه حاجه الاولى. دونك ما كنمشيوش بطاقه وترددات نازلين بزاف ونمشيو نقلبوا على شي واحد، غادي يجيك من نفس، غادي يبان لك في الاول زوينه داك السيد ياك، ولكن اون فوا تزيدي معاه لقدام راه غيبان لك فيه داكشي اللي ما كتحمليش في باك وما كتحمليش في خوك وما كتحمليش في الرجال، حيت انت هازه معاك معتقدات ودبدبات اخرين. اذا ولا بالضربي غيجيب لك من نفس الانعكاس ديالك باش انت ترتاقي. هو مزيان صراحه، مزيان صراحه، الا كنتي انت اصلا مخربه من الداخل وجاك شي واحد قبالتك غير ربيك غير يعلمك غير يرقيك غير ينظف فيك، مزيان، هي مزيان، ولكن بقات تعذبي، غتعذبي. اذا هذا هو السؤال اللي كان جاني، واش احسن اننا نكونوا منظفين اطفالنا الداخليه عاد نتلاقاو مع شريك الحياه، ولا ما ننظفوش ونطفو معاهم؟ في كلتا الحالتين زوينين، ولكن واش انت قاده على داكشي اللي زوين؟ كنهضر على زوين بالمعنى ديال كاينه الاستفاده وكاين الارتقاء. اوكي دونك نظفتي قبل ملي غتدخلي معاه غتلقاي حوايج اخرين، ما نظفتيش ملي غتدخلي غتلقاي كلشي. هذا هو الفرق، هذا هو الفرق. ما نظفتيش غتدخلي غتلقاي هو غديري معاه عقود ارواح قاصحين، حماتك غديري معاه عقود ارواح قاصحين، ولادك غديري معاهم عقود ارواح قاصحين. ماشي بحال شي وحده راه جالسه كتنظف وتتعلم وداك الشيء، ملي غتدخل غتدخل بشويه بهدوء، غايجيها اللي غايجيها، ولكن غتكون طاقه وعي مختلفه، وطاقه استيعاب وطاقه ديال دبدبات مختلفه جدا، لان وحده تعلمت تحب راسها، تعلمت كل الاولويات راسها، تعلمت تعمر وقتها بها ماشي وقتها براجل. سمعوا المجوجات، ما كنعمروش وقتنا بالرجال، كنعمروا وقتنا بينا. انا شنو باغا روحي، انا شنو في الاولويه ديالي، شنو باغا نفسي، شنو باغي جسمي، شنو باغي روحي، الارتقاء. كنعمر وقتي بيا، ما تنعمروش بولادي، ما تنعمروش براجلي. وهذا هو الاساس في النيه ديال الارتقاء في الزواج، ماشي كتزوجي على الاساس تعمري وقتك بولادك، ملي يبداو يكبروا يخليوك يزيدوا وراجلك يخليك ويزيد لانك انت كتبقاي شرفتي وخاصه وحده صغيره. راه هادشي اللي كيوقع دابا، هادشي اللي كيوقع. معمري وقتك بيك باش اللي بغى يزيد يزيد، لان حنا جالسين في عقود ارواح في لعب، اللعبه كتسالي وقت ما بغى مولاها تسالي. ملي تسالي له اللعبه ديالو، انا مالي، انا راني عامر وقتي، راني خدام على راسي في الرتقاء، انا كنقرا، تندير الرياضه، سبور، كنخرج، كنتعلم، كنخدم، حليت مشاريع، انا راني خدام، انا راني انا عايشه. ايه وهذاك الراجل، ايه احنا غاديين مع بعضياتنا، ولكن يكونوا الاولويه ديال راسكم. راه مستحيل تدخلي في زواج وانت هي اخر وحده في راسك، كنتي اخر وحده عند امك وعند خوتك، كنتي هي الاخره كتفكري في راسك، وجايه لعند الراجل وكتفكري هو ياكل ويشبع وتبدلي له حوايج ويدير كل شيء، هو يشري حوايج جداد وانت لا، هو يمشي يتلاقى مع صحابه وانت لا. بقاي ماشي مشكل، ماشي مشكل، كاع اللي داروا هادشي كله راه شايفاهم، راه تيكتبوا ليا، راهم داخلين في الحصص، لان راه كاين انفجارات من بعد. اذا ملي كنجي ندخل في زواج كنكون انا الاولويه ديال راسي، وكون درت ديجا خففت في جهه الاستحقاق، نعلي الاستحقاق، نعلي الاخذ والاستقطاب، نعلي طاقه الانوثه ديالي، نعلي حب الذات، نقاد الجروح ديالي ونوازن الشكرات ديالي، نقاد هادشي كله. وانا نقاد غنجبد ليا الملائم لهالطاقه اللي انا فيها. انت كنتي في طاقه فيها الحاجه الاحتياج والخصاص، وشحال وحده سبحان الله العظيم ناقصها حب وناقصها اهتمام وناقصها، جبدات واحد كيبهدلها اكثر من اللي كتقول كون غير بقيت بوحدي راه كنت ديجا ناقصه ولكن كنت مرتاحه، دابا انا ناقصه ومكمل عليا واحد اخر. لكن الا انت ارتقيتي ورتقيتي في الوعي ديالك وفي الحب بالذات والاستحقاق وطاقه الانوثه، وزيد 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 وزيد، وعمرتي وقتك ودرتي مشاريع وزدتي لقدام، غتجبدي واحد
معاه نفس الوعي ونفس الطاقه، لان ساليتي من داك التحتاني غطلعي للفوق، زدتي اكثر غطلعي اكثر حتى توصلي لتوام الروح، او لا كنقولوا لذاك الشريك ديال الروح ديال اللي غادي تفهمي معاه التفاهم كامل. مي انا باقا لتحت، لا نتي لتحت ما غتقلبيش على شي واحد زوين ولا باس عليه وتفهم ويخلي لي حريتي وتكون امو زوينه، خدي بعدا خدي امو ما كايناش بعدا بعدا يا ترتاحي شي شويه. واش نتي هزه معاك هادشي كله في الطفل الداخلي وكتقلبي على هذاك اللي مرتقي ومتفهم ومتفتح وكيفهم في علوم الطاقه وتيفهم في الكون وتيفهم في كل شيء وما عندوش السيطره ديال داك الرجوله وما عندوش داك ويخليني نخرج وانا لابسه وما عرفت شنو، ويخلي عندي صحابي ويخليني نخرج ويخليني نماكيي ويخليني نقرا ويخليني. ونتي عندك هاد الجروح ديال الاب والام وديال الجده وديال التخلي وديال التحرش وديال كيف ديري تاخدي هذا؟ راه ما تاخديش، خاصك تكوني في نفس طاقته وفي نفس وعيه باش تقدري تجبديه لعندك. علاش رب العالمين في القران كيقول لك الطيبون للطيبات؟ راه في داك التوازن ديالك اليوم انت مضاربه مع راجلك وهو مثلا كيشرب وانت مضاربه معاه، راه الطيبون للطيبات، راه هذا هو التوازن. قال لك حيت بزاف هذيك الايات يقول لك هذيك الايه ماشي هي هذيك، على رب العالمين تيقول شي حاجه حاجه ولله يقول شي حاجه ماشي هي هذيك، لا ولكن طيب الدوغري ديال الطيبه ديالك هي الدوغري ديال الطيبه ديالو في داك المستوى اللي نتوما فيه اليوم ديال الاطفال الداخليه ديالكم. من الناس ما واعيينش، لان بزاف ديال الناس كيكونوا مع الراجل ديالهم والراجل تيشيط، بعد الوقت كنبقاو كنشوفوا علاش هو شاط فيا وعلاش انت كتشيطي تنسيا. داك الشياط ديالك وداك التفرقع ديالك تيكون بعد الوقت ما عنده حتى علاقه بالهضره اللي قال هو، ايه ما عندوش علاقه، لان مثلا الطفله ديال 4 سنين اللي باها علقها في ساريه ولا علقها في شي حيط ولا ما نعرفش وكان كيضربها، او اللي باها اغتصبها وهي عندها 4 سنين راه هي اللي خرجت لهذاك دابا. راه ماشي هو جا لعندك وقال لك علاش ما كتربيش ولادك ولا اجي معايا للبيت وانت تشيطي فيه، على هو على انت تشيطي فيه على الهضره اللي قال، لا نتي شتي في باك شنو داير فيك وهذاك بركلك على البطون. وهذاك الشيء علاش رديت الفعل ديالنا كتكون قاسيه جدا وبانفجار وما يستاهلش الموقف داك الانفجار ديالنا، ولكن السنوات اللي مخبي فيهم هذاك الشعور يستاهل داك التفرقعه اكثر، حيت هو بركلك عليها باش نتي نورمالمون ديها في راسك وتمشي تداوي داكشي ديال باك ديال 4 سنين، ولكن انت حاطه عليه انت حيت قال لك علاش كتربي ولادك هكا، علاش تقول لي انا كنربي ولادي بحال هكايا، انا دائما ملي نهضر معاك انت كترجع لي لولادي وانت هي كتقول لي وانت ماشي تشوف والو وانا هزه كلشي، وبقاي تهضري تتشبعي وهي راه داكشي جاي من قديم وانت هي شاده فيه هو، مابقاو شادين في الرسول. انا كنقولها لكم شدوا في الرساله ماشي في الرسول. اشنو الرساله والبطونه اللي برك عليها في الطفل الداخلي اللي خصني نجي ليها؟ خلينا نشربوا شويه الماء نبري، ملي كتبدا تحيح كتحيح. الو خلينا نشوف واش كلشي هو هذاك، كلشي هو هذاك، الفريق هو هذاك. الو قبل ما ننسى، لان بزاف كيسولوني على دوره الطفل الداخلي راه محلوله، تالقي دوره تالقي مع الطفل الداخلي راه محلوله من نهار الحد من 26 سبتمبر اللي كيتفرج في 2021، ممكن هذا الفيديو يتفرجوا فيه ناس اخرين، مي هي راه محلوله الدفعه الرابعه فيها راه محلوله. فت وهضرت على بزاف د الحوايج وجاوبت على بزاف الاسئله، اللي بغى يرجع للفيديو الاخير الاخير اللي حطيت فيه اسئله اجوبه عن الدفعه الرابعه ديال الطفل الداخلي، سيروا راه جاوبت على بزاف الاسئله اللي باغي يزيد لقدام. اللي ما قدرش يدخل معنا في هذه الدفعه غادي تسد نهار الاحد، على الاقل يمشي ياخذ المقدمه ديال الدوره اللي فيها 5 فيديوهات مجانيه، على الاقل سيروا شوفوا هذا الفيديو الاخير اللي درت هذه يومين، على الاقل سيروا شوفوا كاع المقابلات اللي درت لمده 2 سنين على الطفل الداخلي مع مدربين واللي درت انا بوحديه، على الاقل غادي شنقول لكم غادي بعدا تولفوا شنو هو المفهوم الطفل الداخلي، شنو هما الجروح ديال الماضي، شنو هما الذكريات، كيفاش علاش. وحتى داك الفيديوهات الخمسه المجانيه فيهم 2 ديال التمارين جوينين بزاف،
فيهم الميكانيزمات ديال الدفاع ديال الطفل الداخلي وفيهم المراحل ديال الطفل الداخلي وفيهم تمارين اكثر. يعني ديجا غير المقدمه غادي تستوعبوا ليها وفيها التمارين، ديجا المقدمه فيها التمارين، فما بالك الدوره. الدوره موجوده بالفرنسيه وبالعربيه، اللي في الفرنسيه سيس يعني الاساس كاين في العربيه، ولكن الدوره العربيه اعمق وفيها بزاف حيت كنت جاوبت على الناس اكثر وراها مفتوحه حاليا. شنو باقي ليا في الاجوبه؟ كنتفكر شي حاجه في في لي سيليباتير العزابيين اللي كيقلبوا يتزوجوا. شنو كيوقع لهم؟ انا نقول لكم حاجه من الحوايج اللي كتوقع للناس اللي لا صراحه ماشي غير والله العظيم ماشي غير اللي ما مزوجين، حتى اللي مزوجين. انا نقول لكم شتي مني انا كنكون خاويه، وخاويه فريمون ماشي خاويه، عامره بالخواض وعامره بداكشي خامج وداك الجروح وداكشي، ولكن خاويه خاويه حب، خاويه اهتمام، خاويه تقدير. ما عنديش داكشي خاوي، يعني ما عنديش شي حاجه اللي عامره زوينه وانا شبعانه، كنقولوا شبعانه حب، شبعانه تقدير، شبعانه حنان، عاطف، مشبعاناش، كنكون مشبعاناش اوكي. وكنقلب الشبع عند راجل، الشبعان هذاك اللي غيتزوجني غيشبعني، غيشبعني فلوس وتقدير وتيم، والله لا شميتيه. انا نقولها لك غادي يجيك غير اللي يخرج منك داك الشيء اللي علاش ما نظفتيه، هادشي اللي غيدير اوكي. انا دابا مثلا بديت تقدير، بديت نظف اطفالي وبديت نعلي الحب وبديت كلشي اوكي، وعمرت وقتي وكلشي. ملي تيجي يدخل في حياتي راجل، يا اما زوج او لا صاحب او لا خطيب، شنو كي يكون عند في البرمجه ديالنا عند البنت؟ شنو كيكون؟ تنوض نعطيه وقتي كله ليه، مساليه غدا مساليه بعدو مساليه بالليل اجي نخرجوا هنا، اجي نديروا هنا، اجي ديري لي هادي، عافاك ديري لي هادي. كتولي كتسل من الكينونه ديالها، من الكينونه ديالها. علاش؟ حيت هي باغا غير راجل، حيت هي باغا غير راجل تزوجو صافي. هذا هو هذه النيه ديالها، مي هي تبقى في الكيان ديالها، تبقى في حب الذات ديالها، تبقى في الاولويات ديالها، تبقى في تقدير الذات ديالها، تبقى في وقتها عامر في اهداف ديالها. للاسف لا بلوبور ديال العيالات ملي كتجي تتزوج او لا تتزوج كدير ديفياسيون كوم سا، كتخلي اهدافها وتخلي اهتماماتها وتخلي قيامها وتخلي كل شيء اللي هي عليه وكتبقى تابعه كتسنى منه والو، هو هربان كاين والو، اهدار الطاقه وطاقه ذكوره كتولي عندها وزيد وزيد وزيد. دابا انا وقتي معمراه بيا وبالاولويات ديالي، قرايتي، خدمتي، اهتماماتي، كتوباتي، راحتي، قصصي، العابي، لعابي، للوزيغ ديالي، داكشي الشغف ديالي، خروجاتي، سفرياتي، انا عندي هادشي عامر اوكي. ملي هيدخل ليا الراجل هنعطيه 10%، يعني هنخويلو ما بين 5 و10% فقط، باش الا مشى حتى هرب ولا خرج ولا بغى يدير الدوره ديال الشياطين تبقى غير 5 ولا 10% اللي خاوي. انا عندي 90 عامره، هذيك 10 عمرها دغيا دغيا. مين تي ملي كيجيك كتعمري له 90% بيه وبخروجاته وبشغاله ومشاكله، 90% ديالو، وانا كنخلي راسي ما بين 5 و10، باش ملي يجي يطلقني ولا اللي يجي يهرب عليا ولا يجي يتزوج عليا ولا ما يبغيش كاع ياخذني، لقى 90% خاويه. شكون اللي غيعمرها؟ شكون اللي غيعمر هذيك 90%؟ خطي حياتي اكتئاب وتبغي تنتحري وتبغي تولولي وتبقي تقلبي على اللي كان، هو مشى انا ناخذ اللي كان. دابا اللي جا مرحبا صافي، ما بقى عندي لا نيه ولا اهداف، المهم غايجي غراج، المهم نعمر ديك 90%. حسبي الله ونعم الوكيل. مجوجه ولا سليباتير 10%، الا كحز 20%، الا كان زوين وكيحمق داك الراجل وبدا كيتقدم معايا 50%، يعني لو ولات امره 50%، نعطيه 50% وتبقى لي 50% بعدا احب رد، لان زوين والله يعمرها دار وكيحترمني وكنتبادلو وكنتعاونو وعندنا وليدات وداكشي 50%. مي ما تكحزيش على 50% لا من الوقت ديالك ولا التفكير، راه بزاف، راه 50% راه بزاف، حيت ما كاينش اللي يعوض لك داك 50% الا مشى هو. وغيمشي غيمشي، لان حنا في لعبه، حنا في لعبه،
غدا ولا بعدو، يا غيموت يا غطلقي يا غي يسافر يا غي يتزوج عليك يا غي يمرض، يا احنا في لعبه ممكن يحصلوا هادشي كامل. اذا هو ملي يحصلوا هادشي كامل انا نموت، انا ندمر، انا كنت في شعري، انا كندب، انا ناكل لي زونتي ديبريسور ديال الاكتئاب، المضادات ديال الاكتئاب. علاش علاش هادشي كله يستاهل؟ علاش اللي جابو ما يجيبش غيره، واللي جابها ما يجيبش غيرها؟ اه يجيب غيرها، الا انا طاقتي واطفالي الداخليه نظفتهم غنجيب غيرها، لان حنا في اللعبه العقد سالى مع واحد غندوزو للثاني غندوزو للثالث عادي، ما كنبقاوش شادين ومكمشين في الواحد ما يمشيش. لا سالت مهمته غيمشي، لا في خطبه ولا في قلب الزواج ولا ولا في الاخر الزواج، سالت مهمته غيمشي. ابا خليه يسرح، حلوا له الباب، قولوا له عرضك اف جمال، راه الباب كتهز جمال ولا جمالين ولا حتى عشرات الجمال، وغادي نخليو اتساع فين يدخل شي حد اخر صافي. ولكن الا درت علاش باش ماشي عاود يدخل شي واحد اخر كفس من الاول؟ الا درت علاش الطفل الداخلي ديالي ما غاديش نخرجو نعاود ندخل واحد اخر غيدير لي نفس، حيت الدروس اللي ما كيتفهموش الاول تيجي يعطيك نفس الدرس، الثاني نفس الدرس، الثالث نفس، ولكن الثالث والرابع وحق الله العظيم الا الدرس ديالو كيكون كيهد، لان الاول عطاها لك بشويه، الثاني شويه تيزيد، الثالث لا لا كيبقاو الدروس غاديين وتكحلوها. المعلمين تيصعبوا، ها راه هذا ماشي ابتدائي رود الاطفال وابتدائي، لا الماستر يعني كتكوني في الجامعه، الجامعه شوفوا الاساس ديالها كي دايرين معروف عليهم على الاساس ديال الجامعه، هما الاساس ديال الروض، الروض يلاه كيهضروا معاك هكا، الاساس ديال الجامعه راه ما تيهضروش معاك، راه هي هكا في الدروس المعلمين. وصل الميساج للي مازال ما تزوجوش ولا يتزوجوا، ما كنعطيوش وقتنا لكل شيء الراجل، لا بالحب ديالكم والتقدير ديالكم اللي كيبغي شي حد ما تيعطيهش وقته كامل، اللي كيبغي شي حد ما كيعطيهش وقته كامل، كيخلي له مساحه الحريه ديالو حتى هو يكون عنده دروس، يكون عنده تعلم لغات، يكون عنده صحاب، ويكون عنده خدمه، ويشوف مو ويعيش. وتعانى نكون هذه ماشي التقاوريت، حيت كاين اللي يفسرها يقول لي اه مريم راكي مقوره، لا كنهضرش على مقوره، الا خنقتي الراجل بيك عطيتيه 90% غيهرب بغيتي ولا كرهتي، اما الا انت اللي كانت عندك 90% هو 10% غيبقى غير تبعك تيقلب عليك، لان ما لاقيكش، انت مشغوله، انت مهتمه بنفسك، مهتمه بروحك، مهتمه بجسمك، مهتمه بعلاقاتك، مهتمه بتعليمك، مهتمه بتثقيفك، مهتمه بتنظيفك، غيبقى هو تابعك تيقلب على الوقت معك، غادي دائما يقدرك، لانك يقول هاد السيده اللي كتحترم راسها بالطريقه هذه خاصها العباده، خاصني نسجد ليها. علاش؟ لانك يحترم فيك انك شاده ومشبره في راسك، ماشي وحده غير دخل لها في حياتها عطاتها الوقت كامل، نشوفك غدا اه، نشوفك بعدو اه، نشوفك الاخر السيمانه اه، اجي غنمشيو ناكلو هنايا، غنمشيو ناكلو هنايا، اجي غنديك عند امي، تشوفي اختي، صافي وقتها ساله، وخوها 90% وعمرات بديالو هو، وداكشي ديالو وشغلو وخلاص، الا عاد جايب لها مشاكل واطفال داخليه ديالو وداكشي ديالو، وجي تيشكي عليها وهي خاصها تحل معاه، وما عنديش الفلوس باش ندير العرس، وهي مسكينه اللي غتبقى توجد باش دير العرس ماشي هو، وزيد 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 وزيد. المهم هذيك 90% كتعطيها له كامله، وهي كتبقى لها داك 15%، وكاين اللي كتسمح حتى في داك 15%، حق الله العظيم الا كاين اللي كتسمح، كتسمح في هذيك 15%، كتسمح فيها، كتولي 100% ديالو، وفي الاخر تقول لك علاش ما بغاش يتزوجني وهرب، اولا خلى بيا وهرب، اولا دخل بيا وهرب، اولا عشت معاه 20 عام ومشى خدا وحده ما تجينيش حتى في ظفري. ما بيان سور قجيتيه بنتي، عطيتيه 90% من الوقت ديالك، يعني انت ما بقيتيش كتسواي في نظرو حتى حاجه. اما الا كنتي كتسواي في نظرك ماشي في نظرو، وعاطي القيمه لراسك، اجي تشوفي اش غيدير عليك. كنعطيوش الراجل الوقت، قدر خص داك الوقت يكون محدود، لا في الهضره ولا في كل شيء، واخا تكوني كتموتي عليه، بالعكس الا حبيتيه مزيان انت خدي حريتك وخدي وقتك، وهو خليه ياخذ حريته، كتلاقاو في واحد كنقولوا لها منطقه ديال التلاقي، يعني الدوائر كاين داك المنطقه اللي الوسط كنتلاقاو فيها، هي هذيك، هذيك المنطقه هي اللي غتكون فيها الراحه والتفاهم والود والحب، وفيها العطف وفيها الاحترام
فيها التقدير وفيها الرتقاء وفيها فهم بزاف د الحوايج وفيها الاهداف اللي كيكونوا مشتركين، لان عندي الاهداف انا ديالي بوحدي هو عنده الاهداف ديالو بوحدو، انا عندي القيم هو عنده القيم، حنا ما عارفينش كاع حنايا غير مك كتوصل 34 تبقى تزن عليك وبنات خالتك كلهم تزوجوا الا انت اش كتسناي مال هاد الرجال ما في عينيهم ما عرفت شنو، حيت كنتزوجوا على اساس غلط، كنتزوجوا على اساس التخربيق ومعتقدات وروينه، عندك الا ما تزوجتيش راه ما غتجيبيش الاولاد، عندك قبطيه ولا تزوجتي قبطيه بربعه د الاولاد ولا بعشره د الاولاد، تخربيق ومعتقدات وزيد وزيد وزيد، راجل ولدي معناتها 15 والله الا قجيتيه راه غيزيد ويخليك ويخليك 15 في عنقك، بقات غتشديه بالولاد، كان المعتقد ديال شحال هادي، شدوهم هادوك اللي عندهم معاهم 4 ولا 5 شدوهم حنايا، تخربيق تخربيق سي كوم سا تخربيق. اوكي يا رب نكون جاوبت على الاسئله اللي كثار، ما هي صراحه ما كاينش تفاصيل بزاف، صراحه ما كاينش بزاف ديال التفاصيل، كاين غير انتبهوا لهاد القضيه ديال الطفل الداخلي راه اساس ديال كل شيء، اساس الملف ديال الزواج، اساس الملف ديال المال والفلوس والثروه والوفره، اساس ديال الصحه ديال ملف الصحه، اساس ديال العلاقات بشكل عام، اساس ديال شنو نقول لكم شنو كاين اخر في الملفات، كل شيء الملفات كامله اساس ديالها هي الطفل الداخلي، بلا ما تبقاو تقلبوا بلا ما تستعدوا راسكم، الا حليتوا الطفل الداخلي حليتوا كل شيء، انا نقولها لكم تقريبا تقريبا شنو يبقى لكم، يبقى لكم واحد 2-3% واحد 2-3% مي تقريبا كلها كلها كلها. بلاتي نشوف واش باقي شي سؤال مازال ما جاوبتش عليه، الو انا من الدفعه الاولى وحاليا حامل، حياتي ولات كلها تنظيفات وتطبيقات ما شاء الله. الدوره بصراحه كنت كنقول في الاول حيت سولوني قالوا لي واش كتصلح للمراه الحامل والمرضع، في الاول كنت كنقول بانها كتصلح الحامل والمرضع، لكن للاسف للاسف بما ان العالم العربي ما خداش وقت ديال التنظيفات كافي في سنوات وكان كيخرج بشويه بشويه، بما ان دابا الوقت تزير والتراكم ديال الاحداث كثر بزاف، ولا العالم العربي هذه اللي زوينه الصراحه ما شاء الله بغى يتنظف وبغى يزيد القدام ويتغير وبغى يتخفف اوكي، ولكن للاسف الوقت مضغوط هو بغى يتخفف من كل شيء في دقه واحده، اذا شنو كيوقع للناس اللي كيدخلوا في تعلقي هما حامل اولا مرضع، باغيين يخرجوا كل شيء في دقه واحده وكيوقع لهم انفجارات خايبه بزاف، فتره الحمل وفتره ديال الرضاعه الهرمونات ديال المراه كيتغيروا بزاف، سي نورمال النفسانيه ديالها كتغير الطاقه كتغير لانها هازه روح وكتردع روح، يعني هي عندها الخلق وخالقه ملي كتخلق كتحيي عندها احياء الموت احياء الموتى، لان الا ما عطاتش الرضيع ديالها الحليب ديالها وما حياتوش ما هيحياش ما غاديش يكبر، دونك عندها هادشي كامل فهادشي ديالها في الكينونه ديالها، وانا نزيدها التنظيفات ممكن، اذا قررت من الدوره الاولى ان الدفعات كاملين الاخرين انني نمنع اي وحده حامله او مرضع، وخاصه المرضع قبل 6 شهور، يعني الا كانت بغات ترضع اكثر من 6 شهور ماشي مشكل، الولد كيوقف على رجليه وتياكل وتيولي ياكل وتيولي ينعس مزيان ماشي مشكل، مي حامله وحتى الرضاعه حتى 6 شهور الا ممنوعه تعلقي، ممكن تشريوها تحطوها عندكم وملي تحبسوا الرضاعه اولا تولدوا خذوها ما كاين حتى شي مشكل، ولا كنتوا غادي تولدوا وما تردعوش وكيخذوها ماشي مشكل، ولكن تردعوا تحطوهم على صدركم وتخرجوا داكشي كامل لا الطاقه، لان الطفل كيسف كلشي داير بحال البونجا، داكشي علاش من الاحسن توقف وتهتم بالطفل ديالك الرضيع وتهتم بالجنين ديالك، تكونسونطرا معاه تغني له تقرا له قران دير له تاملات دير له اللي بغيتي، ولكن ما تدخلش لا في تاملات برانيه كيديروها الناس ولا في تنظيفات ولا في حتى شي حاجه، انا ضد هادشي كامل، هذيك فتره حساسه بزاف وخاص بنادم يركز فيها، فوالا هادشي اللي كاين. كنوي ان شاء الله باذن الرحمن. الو نخرجوا بواحد التمرين، نخرجوا بواحد التمرين. الو بالنسبه للعيالات لا الانسات اللي ما زوجاتش غتاخذ تمرين، وبالنسبه للمزوجات تاخذ تمرين اخر اوكي، الوغ اللي ما مزوجاش غتاخذ تمرين ديال علاش بغيت ناخذ الراجل
كتبي اكتبي، ما تفكريش بزاف وكتبي علاش بغيت نتزوج، كتبي دغيا ما تفكريش بزاف. الا فكرتي بزاف غادي العقل ديالك غيبقى ينطق ويقول لك لا لا انت باغا على ود الاولاد، لا راه باغا على ود الاولاد. الا وصلتي 35 و39 غتبغي على ود الاولاد، لان انت عندك المعتقد والبندول اللي كيجر كيقول مور 39 المراه ما كتبقاش تولد، ولا مور 40 المراه ما كتبقاش تولد. دونك التمرين الاول الانسات علاش باغا نتزوج، صوت اللي معطله بزاف. اوكي اللي مزوجين عندك التمرين ان فيما توقع لك شي حادثه ولا حاله مع راجلك، عايرك سبك عرقك حشارك الهضره خلاك، جلسي وكتبي، كتبي شنو واقع، ما تشديش فيه، شدي في كتاب ورقه كتاب ورقه، شدي وكتبي. مريم كتبي وبكي، كتبي وخدي هذا وشهقي وديري اللي بغيتي، ولكن دخلي شي بلاصه ولا تلقي الموسيقى ولا دردحي ولا ديري اللي بغيتي، المهم شدي كتاب وورقه وسي تبكي وكتبي، كتبي شنو عندك، كتبي شنو كيطلع، كتبي كتبي. هادو الكتابه راه شي حاجه روعه بزاف، كتبي كتبي. دونك هاد تمرين الانسات وهاد تمرين هاد. شكرا لكم والتواجد ديالكم، وصلنا ل 1400 علينا 1400 ما شاء الله عليكم، الله يبارك. علاش نديرو شنو بقى، بقى هاد واحد 5 دقائق واخا ندير واحد القضيه اخرى. دوك عندكم دابا التمارين، عندكم المعلومه والتمرين، ودابا نديرو تحميل، تحميل مشاعر. اوكي بما اننا في واحد البندول كبير بزاف اللي ما تعلمش اننا نتعاملوا مع الراجل ونتعاملوا في الزواج، ما تربيناش على اننا نتزوج صراحه، وما تربيناش على اننا شنو نقول لكم نتعاملوا مع الزوج والراجل الزوج يتعامل مع مرته. اوكي كاين واحد الحكمه الهيه في التعامل مع الرجل، ماشي حكمه عقليه انسانيه ديال بنادم عطاها لك في الكتب وفي الدورات، كاينه حكمه الهيه، هذيك الحكمه احنا ما عارفينهاش، لا انا عارفها انا بالتجربه ديالي وليت حاسه بها، ولكن نتوما ما عارفينهاش. يعني غنطلبوا من رب العالمين، غتسدوا عينيكم باذن الرحمن كلنا، وغنطلبوا من رب العالمين يعطينا الحكمه الالهيه وينزل علينا شلال نور في حكمه الهيه اللي تعلمنا كيفاش نتعاملوا بتوازن في قلب الزواج او لا علاقه قريب للزواج، كيفاش شنو هو المفهوم الالهي للزواج، كيفاش نتعاملوا في الزواج، كيفاش كيكون الزواج، شنو معنيه الزواج، شنو هي نيه ديال الزواج، شنو هما لي زوتي يعني الوسائل اللي غتعلمنا في قلب الزواج اننا نكونوا في بحال سكينه، لان ممكن يكون العصف والزلازل والبراكين في قلب الزواج، ولكن الداخل سكينه، انا كنشوف داكشي ولكن هي كنتفرج عليه، ماشي كنشوفه داخله فيه ودايره فيها دراما وداخله. هادشي كله كنطلبوا من رب العالمين انه ينزل علينا الرحمات ديالو، ينزل علينا الحب ديالو لا مشروط، ينزل علينا الحكمه ديالو، يحل لنا البصائر ديالنا، كيفاش يعلمنا، يذكر ارواحنا، لان ارواحنا نسات، حنا داكشي شادينو غير من المعتقدات والاسلاف وداكشي. علمنا يا ربي كيفاش كيكون معنى الزواج الحقيقي بالمفهوم الالهي ديالك يا ربي، علمنا وذكر ارواحنا كيفاش نتعاملوا مع الزوج وكيفاش الزوج يتعامل مع الزوجه ديالو يا ربي، علمنا كيفاش نحطوا المبادئ والاسس ديال الزواج في قلب العلاقه الزوجيه يا ربي، علمنا كيفاش تكون العلاقه الجنسيه في قلب الزواج يا ربي، علمنا واعطينا الحكمه كيفاش تكون التفاهم والتواصل بموده وبحكمه وبرق بارتقاء وبروح عاليه في قلب الزواج يا رب يا رب يا رب. قولوا نعم 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 بإذن الرحمن يا رب، كنشكرك يا رب، شكرا لله يا رب، ربي لك الحمد ولك الشكر، ونقولوا تم تم تم، ونكونوا على يقين بان رب العالمين اعطانا بإذن الرحمن اعطانا هذه الحكمه هذه باش تخلينا نمشيو ونزول قدام مع الزواج ديالنا، وخاصه مع الداس ديالنا، لان قبل ما يكون زوجي قدامي انا عندي زوج ديال طاقه الذكوره الانوثيه لداخل، وهذه ان شاء الله نهضر عليها مستقبلا ان شاء الله باذن الرحمن، حيت خاصني يكون انا كامله لداخل قبل ما نمشي نقلب على شي واحد يكملني. شكرا لكم، شكرا للتواجد ديالكم، كنبغيكم بزاف، وعندنا لقاء مع الدفعه الرابعه باذن الرحمن اللي غادي تدخل معنا هذا الاسبوع في دوره التالقي مع طفلك الداخلي، اللي دوره من اروع الدورات اللي وجدت وحضرت في مشواري، واللي ممكن تدخلوا المواقع كامله وتشوفوا الشهادات الحقيقيه ديال داك الناس اللي كتبوا اللي دخلوا في الدفعات الثلاثه اللي قبل.
شكرا لكم بزاف، تنبغيكم.